سيدة السادة الوزراء، سيدة السادة أعضاء المجلس الوطني، سيدة والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، في البداية أرحب بجميع الحاضرين لأشغال هذا المجلس الوطني الثالث بعد انعقاد المؤتمر الوطني السابع يوم 4 مارس 2022. أتمنى نجاح أعمال هذه الدورة باعتبارها مناسبة تنظيمية سنوية منصوص عليها في أنظمتنا الأساسية والداخلية. فلقد كنا حريصين منذ المؤتمر السادس للحزب في سنة 2017 على أن يكون التجمع الوطني للأحرار مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في رؤية والتصور. وإنني لست بحاجة للتذكير بأن حزبنا واظب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها، كما أنني لست بحاجة للتذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية. بالفعل إن التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي. وبنفس الجدية يعد التجمع الوطني الأحرار اليوم نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف، وهو ما تظهره التقارير من خلال التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدم من طرف الدولة. أخوات وإخوة أعضاء المجلس الوطني، إن أشغال مجلسنا الوطني تنعقد في ظرفية كتشهد فيها المملكة تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة، وبقدر ما يعمق هذا التقدم شعورنا بالاعتزاز فإن بالموازاة مع ذلك يعكس الموقع المتميز التي باتت تحتله المملكة المغربية على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي يدير بها جلالته الملك محمد السادس حفظه الله كل مسارات تطور وازدهار البلاد على كل الأصعدة. وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بالدينامية التي تشهدها دبلوماسيتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسة على تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين بناء على مبدأ رابح رابح من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج وتبادل التجارب والخبرات. فض إطار كتجدر الإشادة بالعلاقات المتينة اللي كتربط المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تطورت نحو جيل جديد من الشركات تم تتويجها شهر دجنبر الماضي بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تشديد فعلي وحقيقي للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة
على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والأمنية. وهي مناسبة كذلك للتنويه بالمبادرة الدولية لصاحب جلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من المنتظر أن تساهم بالنظر إلى الحكمة والوجاهة التي تتميز بها في تكريس البعد الإفريقي للمغرب وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى أفضل إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز لإشعاع القاري والدول. اسمحوا لي أن أعبر عن عميق افتخارنا بالمكان التي قد تحتلها المملكة على الصعيد الدولي بفضل الثقة المتزايدة في بلادنا وصدقية التزامها، الشيء الذي تجسد في الانتخاب التاريخي للمغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تولي بلادنا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إن هذه المكتسبات كتشكل تزويج واعتراف حقيقي واضح وصريح من المنتظم الدولي بالجهود اللي كتبذلها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك في سبيل مواصلة مسار تعزيز الممارسة الحقوقية والديمقراطية وتعزيز السلم والأمن الدولي. وفي نفس السياق الحقوقي، استغل فرصة الحديث أمامكم لتقديمي الشكر مرة أخرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مرجعة استكمالا للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية على عهد جلالته. ولا يفوتني هنا التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسيه المغربيه تحت القياده الرشيده لجلاله الملك فيما يتعلق بقضيه الصحراء المغربيه، وهو ما يعكس توالي الاعترافات بقضيه الصحراء كتتويج لوجاهه المقاربه الملكيه في تدبير هذا الملف اللي كترتكز على مقترح الحكم الذاتي كقاعده وحيده داخل الساقيه لوضع حد لهذا النزاع المفتعل. وفي هذا الإطار نؤكد تجندنا وراء جلالة الملك في مواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لمناورات الأسود. وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات أوضاع كارثية في قطاع غزة التي خلفت آلاف ضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي، فإننا ندعو إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الإطار نحيي جهود صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس لإيجاد حل عاجل وشامل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. مناضلات المناضلين ذو الأحرار، حضرات السيدة السادة، انعقاد ديال المجلس الوطني هذه السنة كيتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية في ظرفية وطنية تتميز بالمنح الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي لبلادنا. هذا المسار المدعوم بالجهود الحكومية اللي كترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية
الوفاء بخيارتنا الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل لقد عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية، تميزت بتماسك أغلبيتها وأظهرت نضجا كبيرا سمته تحرير المصلحة الوطنية العليا، حيث كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته التجارب سابقا من تجاذبات سياسية ضيقة، وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل الالتزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإطارات. إذ تمكننا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي. لمواصلة هذا المسار لابد لي أن أؤكد على أن المرحلة الخاتمة تستدعي منا إظهار نفس الروح الإيجابية وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الضفية، باعتبار أن هذه التحديات كتقتضي منا تجاوزات كل الأجندات السياسية، لأننا مقبلون على سياق وطني ودولي كتحكم تغييرات عميقة وإكراهات هي متجددة. سياق كيفرض علينا مواصلة تنزيل أواشي إصلاحية بنفس النجاعة الإرادية ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبنات وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات. سيدة السادة أعضاء المجلس الوطني، إننا ماضون بكل مسؤولية وعزم في استكمال مسيرة النماء والتقدم بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله. ذلك أننا ولله الحمد خلال السنتين الماضيتين بفضل التوجيهات الملكية السامية وعلى الرغم من كل الصعوبات والإكراهات من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول. وفي السياق شكل إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. إنه إنجاز توريث تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة. واليوم مع البداية ديال الشغل، أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد الطرفية ديال كولومبيا، 2,600,000 ديال الأسر وصلت بين 500 درهم و 1200 درهم. نتوما في الأقاليم ديالكم لا شك أنكم لبستوا هذا الشيء، والمواطنين بالفعل لمسوا أن هذه الحكومة فكرت فيهم وفكرت وليداتهم. وديك الأسر اللي محتاجة بزاف أن الدولة كذلك كاينة وضعت معاهم. بلي هذه الحكومة عند الكلمة ديالها، وأنا شخصيا حريصت باش يكون السجل الاجتماعي القانون التطبيق ديال القانون ديالو هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية. حضرات السيدة والسادة، لقد كان هاجس هذه الحكومة منذ تنصيبها إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيار استراتيجي يشمل كل فئات والأسر
على غير التقدم الحاصل في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. كنا مع مطلع هذه السنة على موعد تاريخي للشروع في برنامج دعم السكن. هو برنامج مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تمكينهم من سكن يليق بكرامة المهاجر. وكتجدر إشارة أنه أكثر من 48 ألف مواطنة ومواطن قدموا طلبات للتسجيل في منصة الدعم السكن للحصول على هذا الدعم من المستمع. وبنفس الإرادة والعزيمة واصلنا قيادة المجهود الجماعي مع مختلف الفاعلين لتحسين الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية الوطنية واستدراك التأخر الهيكلي المسجل في هذا المجال. وفي هذا الإطار تمكنت الحكومة من استكمال المساطر التشريعية التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنية الصحة. كل هذه الجهود تسهم بلا شك في تسهيل وسلاسة مسارات العلاج وتجاوز كل المعيقات اللي كان كيعيشها المواطنون من أجل خدمة صحية كتحفظ الكرامة ديالهم. واستكمالا للمجهودات الكبيرة المبذولة لتأهيل قطاع الصحة العمومية وضمان جودة العرض الصحي، كانت الحكومة على موعد مع التاريخ بتنزيل ورشة التغطية الصحية وتسريع من وتيرته على أرض الواقع. حيث تمكننا مع متم سنة 2022 في احترام للأجندة الملكية من فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في برنامج المتضامن وتتحمل الدولة اشتراكات الشهرية بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا. مناضلي ومناضلات الأحرار، لن أبالغ إن قلت لكم أن الحكومة التي أتشرف بقيادتها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية في بلادنا، وحدثا توريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنوير. ذلك أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، كما أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى من التحلي بالإرادة والشجاعة السياسية للتعاطي مع مختلف الإشكالات والجوانب. سينصف التاريخ هذه الحكومة التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل لا رجعة فيه للمدرسة المغربية وكذلك الجامعة الوطنية. فعلى الرغم من كل الصعوبات اللي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنا ولله الحمد مع ما تم الدورة التشريعية الخريفية وخلال الأسبوعين الماضيين من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح. واختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي كتضمن آليات حوار اجتماعي التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتحليل المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما. وهي مناسبة لأحيي مختلف المركزيات النقابية المسؤولة على حسها الوطني وتغريبها للمصلحة العليا للوطن خلال مختلف مراحل وجولات حوار اجتماعي
الذي الحمد لله نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته. مناضلي ومناضلات الأحرار، إن الحكومة اللي كانت تشغل بالرئاسة ديالها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي في المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياسات ديالها والبرامج ديالها، وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا اللي كتهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، زيادة في الأجور ديال فئات عريضة من الشغيلة في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو رفع من الحد الأدنى ديال السميد أو ديال السمك ديال الفلاحة. وهذه كله تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شموليتها. حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية. حضرة السيدة الدكتورة، لا شك أنكم على وعي تام بالظروف والسياقات اللي كتحملناها في المسؤولية ديال التنفيذ الحكومي. ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بتعبئة الشعب تعبئة شاملة للتخفيف من آثار الأزمة على المعيشة الوطني اليومي للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية. فمنذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات. أزمة جزء منها مستوردة بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف قمة التساقطات المطرية. وأمام كل هذه الصعوبات كنا حريصين على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحماية ديالهم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، كما عبرت الحكومة مفيدا بالتعليمات الملكية السامية حوالي 10 مليار ديال الدرهم في إطار برنامج استجدادي لمواجهة آثار الجفاف. قد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة اللي اتخذناها لمواجهة الإكراهات الضفية من تراجع معدلات التضخم بشكل ملموس، حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى 2.5% إن شاء الله. وتبقى إشكالية فقد صارعت الحكومة لتداول تأخر حاصل في تنزيل عدد من الشرائح، حيث قمنا في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر من إنجاز مشروع طريق السيارة المائية الرابط بين حوض سبوق وبيرقة لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الطبيعي. وستواصل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب والمياه الصقلية في 2022 من خلال مجموعة من الشركات. عملنا على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه للمناطق البحرية وتحلية المياه الجوفية للمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجوف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية وربط سد دار خوفا وستمكن هذه المشاريع في هذه الظروف
من ضمان استقاحة المؤمنين من الموارد المائية خلال فترة الصيف المقبل. مناضلي الأحرار والمناضلات بنفس الإصرار العزيمة كنواصلوا الإصرار والعزيمة كنواصلوا مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعا للإنتاج وخلقه والشغل مما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها ذلك أننا واعون تمام الوعي أن مختلف البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللي كتقوم بها الحكومة ديالها كتطلب واحد المجهود مالي استثنائي. فملي تحملنا المسؤوليه على ضمان توازنات ماليه للدوله والسلام والعلاقه مع الانسان وفضل مجهودات الدوله على مستوى التنسيق تحقق مداخل الدوله ارتفاعا ب 6% مقارنه بالعاده كما نواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانيه إن شاء الله كان طموحه باش يوصل في 2026 آخر المسار ديال الحكومة الحالية إلى 3.5% العجز ديال الميزانية. وما هادشي غادي يمكننا من التحكم في مستوى الديونية. وفي نفس المسار كتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات الصناعية ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات والصادرات من 80% إلى 84% سنة 2023. وهذا وسجل كذلك مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة ما قبل يعني أزمة الكوفيد، حيث تمكنت الحمد لله بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح كرقم قياسي جديد خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادي التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع. واستثمار النجاحات المتعددة اللي حققتها بلادنا يكون المغرب في السنوات المقبلة على موعد مع تظاهرات هامة، وهو تأكيد واضح على أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أصبحت شريكا موثوقا في تنظيم وتأمين وإنجاح المنتقيات القارية والعالمية. مناضلات ومناضلي الأحرار أيتما ديسما، لقد كنت حريصا منذ تنصيب الحكومة وبرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنجازات أن نمارس أدوارنا التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والذي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016. إن تصديرنا للمشهد السياسي هو ثمرة مجهود جماعي وعمل قاعدي مبني على التواصل وسياسة القرب التي ننهجها منذ المؤتمر الوطني السادس للحزب. إن تصدنا للمجهد السياسي لا يمكن قراءته من الزاوية العددية داخل معادلة العمل السياسي، بل من خلال مسؤولية سياسية نعي جيدا حجمها وتقلي آثارها على مستقبل وطننا. إن تصدونا للمشهد السياسي هو تأسيس لمرحلة جديدة تستجيب لمبادئ القوم وتخليق الحياة الحزبية
الوطنية، فلقد كان هاجسنا على الدوام الإصغاء على دينامية القرب التي تجمعنا بالمناضلين والمناضلات وعموم المواطنين، والتي تستفدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة. إن هذه المنتديات الجهوية كانت بالنسبة لي شخصياً والقيادة الحزبية كلاً فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل والإنصات مع أزيد من 10,000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين الذين يمثلون جلود المنتخبين داخل البلد ديالنا، ومعرفة التحديات التي تواجه فيها ببلوغ جماعة ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين وتساهم في المسار الإنساني الذي تعيشه المملكة. وإن مخرجات هذه الجوائز سيتضمنها عرض سياسي جديد نتمنى أن تشكل نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي والرفع من قدرات كل منتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أغلبية أو معارضة، شباب نساء ومناضلي الأحرار. إن لقاءنا اليوم هو فرصة لأعبر لكم عن اعتزازنا بالأدوار الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقين البرلمانيين لحزبنا تماشيا مع متطلبات المرحلة وانتصارا للقيم التي تجعلنا أكثر قربا من المواطنين والمواطنات. ولقد أثبت الواقع والممارسة أننا كنا على صواب عندما قررنا إحداث هيئات موازية للحزب. فمنذ المؤتمر السادس استطاع حزبنا بعض روح جديدة في العمل وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية. نعم قد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقل في المناضل التجمعي وجعله قادراً على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار التلاعية في المؤسسات الحزبية وطنياً جهوياً إقليمياً وحتى محلياً. لقد أثبتنا بالملموس أن مبدأ تجديد النخب وتخليق الحياة العامة منهاج ورؤية تجمعية مترسخة واصلنا عبرها تأكيد مكانة التجمع الوطني الحرار الذي شكل على الدوام رقما صعبا في المعادلة السياسية الوطنية. نعم إن تصدرنا للمشهد الحزبي ما جاش من فراغ بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية وهي قوة كذلك مستقبل الحزب إن شاء الله. أزيد من 10,000 شابة وشاب في مختلف الجهات والأقاليم، 19 منظمة موازية للحزب تهتم بمختلف المجالات، ما يفوق من 62% من البرلمانيين الأحرار يلجون أول مرة قبة البرلمان. أكثر من 3,400 من المنتخبين الجماعيين الأحرار يمارسون لأول مرة العمل الترابي. هذا جديد، هذا عمل كبير، هو العمل اللي جبنا. بالإضافة إلى أن 6 من النواب البرلمانيين الشباب ينتمو لفيدرالية الشبابية التجمعية. فلا حرج لنا في القول وبدون أي مركب نقص أن التجمع الوطني الأحرار
بات يشكل مثالا يحتذى به ومدرسة حقيقية لإنتاج مخابي المستقبل القادرة على تحمل مسؤولية التغيير الشأن العام. وهو ما يجعلنا المعني الأول لك عين مسؤولية. نحن المعني الأول لحماية وتحصيل المكتسبات الديمقراطية لراكمتها لكن احنا اليوم مطالبين، احنا مطالبين بالمزيد من العمل. اليوم احنا مطالبين باش نزيدو نشتغلو في البرلمان، الجماعات، المنظمات، الهيئات الموازية، خاصة الدينامية الكبيرة ديالنا أكثر من قبل. والهيئات الموازية العديد منها دارت المؤتمرات ديالها واللي باقي ما داروش في الجيوب. العمل ديال التغطية والتواصل مع المواطن هو أول مهمة ديالكم اللي خصكم ديروها. هادشي ما يبيش يدوي شي حد فوق خصكم ديروها نتوما. وأنا كيما عرفتم كيما معكم ومرافقكم في هذا المجال هذا. وخصوصا تكلموا مع الناس. وبينوا الخدمة ديالكم للمواطنين. هادشي اللي قلنا به ماشي سهل، خصكم تفتحوا به تدفعوا به وجهكم الحق لأنه النتيجة هي الميزانية في السيدة. سيدات السادة أعضاء المجلس الوطني، حنا اليوم كحزب وحكومة واعون بحجم الانتظارات والتحديات اللي كتواجهها، مستحضرين في ذلك ثقة الأمانة التي قلدنا إياها صاحب جلالة نصر الله، حجم الثقة اللي وضعوا فينا هذا هو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتنا السياسية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صدى إلى قلب كل أسرة مغربية دون بيع الوهم للمواطنين أو يعيش وهم المواطنين ولا نخاطبهم بالعواطف والأمنيات بل بشرعية الإنجازات. ونحن اليوم بكل ثقة ومسؤولية مستعدون لاستكمال هذا المسار النووي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه. السلام عليكم.